ممالك منقرضة. الحلقة 4. طائر الدودو. عندما نتحدث عن طائر الدودو فإننا نشير إلى أحد الكائنات المنقرضة التي عاشت منذ زمن طويل. يعتبر طائر الدودو من الطيور الكبيرة التي لا تطير، وكان يسكن جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي. تم اكتشافه لأول مرة في القرن 16 عندما وصل المستوطنون الأوروبيون إلى الجزيرة. كان لطائر الدودو العديد من الخصائص الفريدة. كان حجمه كبيراً وقوامه ضخماً، حيث يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ونصف. كان له جسم سميك ومتين، ورأس صغير ومنقار طويل معقوف. كما كان له أجنحة صغيرة غير قادرة على الطيران، وكان ريشه أسود ورمادي وأبيض. من السمات البارزة التي ميزت طائر الدودو عدم قدرته على الطيران، ونتيجة لذلك كان يعيش بسلام في غابات الجزيرة الكثيفة، ويعتمد على المشي والجري للعثور على الطعام والهروب من الحيوانات المفترسة. يتكون نظامه الغذائي بشكل أساسي من الفواكه والبذور والنباتات الأخرى الموجودة في بيئته. ومع ذلك، لم يتمكن طائر الدودو من الدفاع عن نفسه بشكل فعال. لقد تطورت في بيئة خالية من الحيوانات المفترسة البرية، وبالتالي كانت تفتقر إلى آليات الدفاع المتقدمة. عندما وصل المستوطنون إلى موريشيوس، تعرض طائر الدودو للصيد المفرط وتدمير موطنه، مما أدى إلى انقراضه في القرن 17. على الرغم من أن طائر الدودو قد انقرض منذ قرون مضت، إلا أنه لا يزال يثير إعجاب العلماء والباحثين حتى يومنا هذا. وقد تم جمع الكثير من البيانات والأدلة عنها من خلال الرسومات والأوصاف التي تركها المستكشفون والمستوطنون الأوروبيون.
كما تم جمع بعض عينات من ريش وعظام طائر الدودو لإجراء الدراسات التشريحية والتحليل الجيني. وفي الختام، يعتبر طائر الدودو من الكائنات التي انقرضت منذ زمن طويل، وهو ما يرمز إلى التأثير السلبي للتدخل البشري على الحياة البرية. يذكرنا طائر الدودو بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموائل الطبيعية لضمان استمرارية الكائنات الحية على كوكب الأرض.